ده المحقق هيركيول بوارو اللي بيظهر في أول الفيلم سنة 1934 وهو بيحقق في جريمة سرقة في القدس، وفعلا بيقدر يحلها بمنتهى السهولة. والراجل ده بيبلغه إن شنطه خلاص اتحملت على المركب اللي رايح اسطنبول، وبيقول له هيركيول أنا محتاج إن أنا أخد أجازة وارتاح وبعد كده هروح على لندن. والراجل مستغرب وبيسأله هو أنت إزاي قدرت تعرف السارق بالسهولة دي؟ قال له يا ابني ده أنا حليت قضايا بعدد شعر شنبي ده وياما دقت على راس طبول. وقال له بس معلش ممكن تعدل الكرافتة بتاعتك؟ وبيروح على المينا، والبنت دي بتقعد جنبه فبتقول له الشنب ده مش غريب عليا، بشوفه دايما في الجرايد، هو انت المحقق هيركليس بوارو؟ فقال لها لا هيركليس ده صاحب زينة يا حبيبتي اسمي هيركيول. وهي بتقول له ان اسمها ميري وشغاله مدرسه جغرافيا. وبيجي الدكتور ده اللي اسمه أربوثنوت وبيقول لهم يلا عشان المركب هتطلع، ومن الواضح انه يعرف ميري وبيقول لها هنا انا حاسس بالحريه في البحر. قالت له انا مش هحس بالحريه دلوقتي، ممكن لما نخلص، لما محدش يقدر يقرب لنا. وبيعدي من جنبهم المحقق اثناء الكلام ده. بيوصل بوارو لاسطنبول وبيروح يزور صاحبه الشيف محمد واسمه كده بجد، وبيقابل بالصدفه بوك صاحبه، وكانت معاه كده اخت فاضله وبيعرفهم على بعض. بيقول لها ده المحقق بوارو، اما دي فطبعا قال له بوارو شمال شكلها باين يعني، فقالت له لكن انت ما قلتليش ان انت تعرف حد مشهور كده. فبيقول لهم بوارو تعالوا نقعد نشرب حاجه، بس بيقول له بوك انه مستعجل ولازم يلحق القطر الشرقي السريع لانه المسؤول عنه يعني زي مساعد المدير كده. وبيجي الراجل ده يبلغ بوارو انه لازم يروح على لندن علشان يحل قضيه هناك، فطبعا بيتضايق انه هيقطع اجازته وبيقول لبوك احجز لي معاك على القطر السريع. وفعلا بيسافر معاه بوارو على القطر اللي بيبتدي يتحرك. تاني يوم في القطر قاعدين الركاب وقت الغداء، وبيقدم لهم بوك النبيز دي هوبرد الست المتصابيه اللي كل شويه تتجوز واحد، ودي ميري والدكتور أربوثنوت اللي جم مع المحقق من القدس، اما دي فهي بيلار اللي بترفض النبيذ لانها شايفاه خطيئه، ودي الاميره دراجوميرا اللي على طول قرفانه من الناس وقاعد معاها المساعده بتاعتها اللي بتزعق لها عشان ما عرفتش تسرح الكلبه بتاعتها، اما ده فهو هاردمان الراجل النمساوي العنصري اللي بيتضايق انه قاعد على نفس الترابيزه مع الدكتور لمجرد انه من اصحاب البشره الداكنه، وبيقول لبوك انا مش عايز اقعد مع الراجل ده تاني. اما ده فهو راتشت، واول ليله في القطر بيلاقي ورقه تهديد عنده مكتوب عليها لازم تخاف على نفسك. هنا بيعزم على المحقق انه يقعد معاه، بس هو رفض وقال له لا والله سوري ورايا ميعاد مع مدير القطر. فقال له هو مدير القطر هيطير يعني؟ بس برضه بيتطفل عليه وبيروح للمحقق وهو قاعد بيقرا، وبيقول له عليا النعمه ما حد هياكل الحاجه الحلوه دي معايا غيرك. فقال له بس انا مستمتع بوحدتي، بس قشطه يا عم هاكل معاك. هنا بيقول له راتشيت انا محتاج ليك تشتغل معايا لاني تاجر تحف ولسه جديد في المجال ده وما عنديش اي خبره فيه. وبيقول له الناس دايما بتتهمني ان انا ببيع حاجات مش اصليه، طب ده ذنبي يعني انا كنت دخلت جواها؟ قال له يا بابا دي تحف مش بطيخ. فبيقول له راتشيت انا ليا اعداء كتير وناس بتهددني، فانا عايز المحقق العظيم هيركليز يحميني. فقال له هيركيول يا حبيبي مش هيركليز. فطبعا المحقق رفض وقال له انت بتروح تضحك على العصابات وتبيع لهم حاجات مزيفه وعايزني احميك؟ انا مهمتي ان انا اوقع المجرم مش احميه. فقال له يعني انت بترفض عرضي؟ قال له انا برفضك انت شخصيا يا اخي، مش طايق خلقتك لله في لله. هو قال له كده بجد. بيحصل حادثه بسبب التلج وبيخرج القطر عن القضبان، لكن القطر بيعطل من غير اي خسائر في الارواح. وهنا بيبلغهم بوك ان في ناس هتيجي تصلح القطر وبيطمنهم على راحتهم وسلامتهم، بس السلامه دي ما لحقتش واكتشفوا ان راتشيت اتقتل ب 12 طعنة سكينة. وطبعا بيبتدي المحقق بوارو يحقق في الجريمة، فبيطلب المحقق من بوك انه يجمع له ركاب القطر عشان يحقق معاهم. فبيجمعهم بوك ويقول لهم جماعة معلش هي سفرية نحس كده، الأستاذ الفاضل راتشيت اتقتل يعني مش هتبقوا محبوسين بس، لا هيتحقق معاكم كمان. فبيكتشف هنا المحقق إن الأبواب بين عربيات القطر بتبقى مقفولة، فكده القاتل هيبقى من ركاب العربية اللي حصلت فيها الجريمة بس. أول واحد بيتحقق معاه هو ماكوين المحاسب بتاع راتشيت اللي بيعرفوا منه إن راتشيت كان بيجيله جوابات تهديد وبيوريهم جزء منها. وبيكتشف المحقق لما عاين الجثة إن الطعنات اللي خدها كانت عشوائية، وإن هو إنسان بطبعه شكاك وعلى طول ماشي بسلاح وكان بيشرب قهوة كتير، إزاي ما قاومش اللي قتله؟ بس لما بيلاقوا واقع جنبه مخدر بيستشف المحقق إنه اتخدر قبل القتل، وكمان بيلاقوا منديل حريمي فاخر مطبوع عليه حرف H، وبيلاقوا كمان ورقة محروقة، فبيحاولوا بطريقة
كده ان هم يعرفوا ايه الرساله اللي كانت فيها. فبتكون الرساله دم سترونج على ايدك وخلصانه، هتموت يعني هتموت. فبيربط المحقق الرساله بحادثه حصلت من فتره وبيحكيها البوك، ان كان في طيار عقيد مشهور اسمه ارمسترونج ومراته اسمها سونيا. فمره كانوا بره ورجعوا البيت لقوا بنتهم دايزي مخطوفه، وعلى الرغم ان هم دفعوا الفديه الا انهم للاسف لقوا بنتهم مقتوله، واللي قتلها هو يبقى راتشت اللي اسمه الحقيقي كاسيتي. سونيا كانت حامل وقتها بس من الصدمه حصل لها نزيف وماتت هي والبيبي. فبوك بيقول له طب انت عرفت ازاي القصه دي؟ قال له لان ارمسترونج بعت لي جواب وقتها وطلب مساعدتي، بس للاسف على ما وصل لي الجواب كان فات الاوان وانتحر. وهنا هوبرد بتقول للمحقق ان القاتل كان عندها في الاوضه وكان راجل. قال لها طب وايه اللي عرفك انه كان راجل؟ قالت له لا عيب عليك انا بعرفهم من ريحتهم، واكيد دخل من الباب الفاصل بيني وبين اوضه راتشت، واديت له زرار لقيته واقع عندها في الاوضه. فسال بوك عن الزرار، قال له الزرار ده بيكون في الزي الرسمي لعمال القطر. وهنا بيسال المحقق ماستر مان الخادم بتاع راتشت عن المخدر اللي اتحط في القهوه، فقال له معرفش انا بروح اخد الحاجه من المطبخ واجيبها له. وهنا بيسال بيلار وبيقول لها انا اعرف ان انت كنت ممرضه الاول، غيرتي شغلتك ليه؟ فبيحس من كلامها ان هي عملت حاجه زمان وندمانه عليها. وبعدها بيحقق مع البروفيسير المهندس العنصري هاردمان، وبيحقق كمان مع ماركيز اللي كان شغال سواق. وبيجي الدور على ميري وبيقول لها مش ملاحظه ان علاقتك انت والدكتور اربثنوت مش مجرد علاقه اتنين غرب اتقابلوا في قطر؟ وبعدين انا سمعتك وانت بتقولي له في المركب انا مش هحس بالحريه غير لما نخلص ومحدش يقدر يمسكنا، كنت تقصدي ايه؟ فقالت له انا مش مضطره ارد عليك، ومشيت وسابته. بعدها بيتكلم مع الاميره دراجوميرا وبيسالها تعرفي حاجه عن عيله ارمسترونج؟ فقالت له معرفش غير اللي انا سمعته، بس انا كنت معجبه بليندا مامة سونيا لان هي كانت ممثله مسرح موهوبه. سألها هي ماتت؟ قالت له مفيش فرق بين موتها وبين حياتها لأن هي دلوقتي ما بقتش تخرج من البيت. وعرفته أن الطفلة ديزي كانت بنتها بالمعمودية، حاجة كده يعني زي مسؤولة عن تربيتها. وبيعرف كمان من الخادمة بتاعتها أنها شافت عامل قطر غير ميشيل اللي كلهم عارفينه. فبيفتكر المحقق الزرار المقطوع اللي اديته له هوبرد، فبيروح لميشيل بس مش بيلاقي أي زرار مقطوع. فبيدور في القطر وبيلاقي البدلة، وبيلاقي في جيوبها مفاتيح الأبواب اللي بين الأوض، ولما بيشمها بيلاقي ريحة الكحول اللي بيشربه ماكوين. فبيروح يدور في ورق راتشت بيكتشف ان ماكوين بيسرقه، فبيواجهه بكده وبيقوله ان انت اللي قتلته عشان كشفك. فبيقوله ماكوين اه انا سرقته بس ما قتلتوش. وبيجي الدكتور اربثنوت وبيأكد كلامه وبيقول المحقق ان هو كان معاه وبيشربوا سوا طول الليل. وبعدين المحقق بيروح يتكلم معاه لوحده وبيقوله انت الوحيد اللي في القطر اللي بيشرب بايب، واحنا لقينا منظف البايب ده في اوضه راتشت. فبينكر الدكتور انها تخصه. وهنا مره واحده بيسمعوا صراخ هوبرد، فبيدخلوا يلاقوها حد ضربها بالسكينه بس هي ما بتشوفوش، فبيشكوا طبعا ان القاتل اللي عمل كده. بعدها بيروح المحقق يحقق مع اخر اتنين لان هما تقريبا عندهم حصانه يعني، اللي هما الكونت والكونتيسه مراته ايلينا، وبيلاحظ وجود نفس المخدر اللي اتحط الراتشت في القهوه. ولما بيسالها بتقول انها ما بتعرفش اتنين من غيره، وبيحس ان قضيه ارمسترونج ليها علاقه بالجريمه دي. ومن الكلام مع الكونتيسه بيعرف انها كان عندها مربيه مدرسه جغرافيا، وبيكتشف كمان حاجه خطيره وبيواجهها ان اسمها هيلينا مش إلينا، وشالت حرف الاتش من جواز السفر والشنط. فبيقول له جوزها ان هو اللي عمل كده عشان عارف ان هما لقوا منديل دليل عليه حرف اتش، فما كانش عايز حد يشك في مراته. بس هنا المحقق بيكتشف ان هيلينا تبقى اخت سونيا ارمسترونج مامة ديزي. وهنا بيعرف من اللكنه بتاعه البروفيسور انه لا بروفيسور ولا نمساوي ولا مهندس، ولما بيتكلم معاه بيعرف انه كان ضابط واستقال، وبيتاكد وقتها ان كل اللي على القطر كذب عليه في حاجه. وهنا الناس دي بتخلص تصليح القطر وبتطلب من الركاب انها تدخل القطر، بس المحقق بيمنعهم يركبوا وبيقعدهم هنا لانه خلاص حل اللغز ومحتاج بس يقول لهم مين القاتل، وبيبتدي يربط قضيه ارمسترونج بالجريمه دي. فبيقول الدكتور انت كنت صديق العقيد جون ارمسترونج وقابلت المربيه ميري وحطيت همك على همها وارتبطتوا ببعض لانها كانت تعتبر الام الثانيه للطفله ديزي، وكانت قريبه جدا من هيلينا اخت سونيا الصغيره. اما بالنسبه للمنديل اللي عليه حرف اتش فده يخص الاميره دراجوميرا لان اسمها الحقيقي ناتاليا دراجوميرف، وحرف الاتش بيتنطق في الروسي ان.
أما خدمتها فكانت الطباخة لعيلة أرمسترونج، ومش كده وبس، كمان الممرضة اللي تدينت فجأة دي كان بسبب إحساسها بالذنب، لأنها الوحيدة اللي كانت مع الطفلة ديزي لما راتشيت خطفها، وليلتها كانت شربة كتير فما قدرتش تلحقها، ومن ساعتها وهي مبطلة الشرب. أما ماستر مان خادم راتشيت هو اللي سبق المحقق وقال له بقولك إيه، ما تخمنش معايا أنا بقى، أنا هقولك، أنا كنت العسكري الخادم للعقيد أرمسترونج، وبيقول له إن أرمسترونج كان راجل خير، وهو اللي ساعد السواق بتاعه ماركيز في إنه يبدأ المشروع الخاص بيه. أما بالنسبة للضابط هاردمان فهو اللي كان بيحقق في قضية أرمسترونج، بس استقال لما لقى العدالة ما بتتحققش، واتهموا خادمة عيلة أرمسترونج سوزان اللي كان بيحبها، وأصر وقتها والد ماكوين إن هي تعتقل، بس هي انتحرت لما حست بالظلم، وبنكتشف إن ميشيل عامل القطر يبقى أخو سوزان دي. وبيقولهم المحقق أما بقى أكتر واحد خسر فيكو هي الممثلة ليندا أم سونيا وجدة ديزي اللي بطلت تمثيل في المسرح ودلوقتي بتمثل الدور الأخير ليها، وبتطلع هوبرد اللي عاملة نفسها ست متصابية ومش فارقة معاها أي حاجة. بيقولهم المحقق انتوا كلكوا قتلتوه وكان لكل واحد فيكوا دور، وليندا خلت الدكتور يضربها بالسكينة علشان تبعد عن نفسها الشبهة وتشتت التحقيق، وطبعا الدكتور عارف يطعن من غير ما يقتل. وهنا بتقول له ليندا هي كانت خطتي من البداية وانا اللي جنتهم، وخليت هاردمان يراقب راتشيت، وبعت ماكوين وماستر مان يشتغلوا عنده، وخليت ماكوين يرتب ميعاد سفره يوم شغل ميشيل على القطر، وكل واحد دخل طعن وطعنه، وانا عايزك تقول للبوليس ان انا اللي قتلته لوحدي، كده كده حياتي انتهت، بس هم لسه عندهم حياتهم. فقال لهم المحقق لو لسه عايزين تعيشوا احرار وما تتحاسبوش على جريمتكم كلكم ما عندكوش غير حل واحد، وساب لهم المسدس على اساس ان هم يقتلوه، بس بتاخد لينا المسدس وبتحاول تنتحر، بس بيطلع المسدس فاضي. بعدها بيركبوا القطر ويواصلوا طريقهم، وبعد تفكير كتير من المحقق بيقول لهم انا فهمت من القضيه دي ان مش شرط ميزان العدل يبقى دايما موزون بالعدل الحقيقي، وبيبلغهم ان هم احرار من دلوقتي، وان القاتل هرب بعد حادثه القطر، وبيديهم فرصه تانية ان هم يعيشوا حياتهم من غير الم. ولما بينزل من القطر بيستقبله واحد وبيبلغه ان هم محتاجينه في قضيه اصعب من اللي كان جاي عشانها لندن، والجريمه حصلت على ضفاف في نهر النيل في مصر. فقال له المحقق مصر لا متيسرة ان شاء الله، بس ممكن تعدل الكرفتة بتاعتك. وتوتا توتا، والفيلم خلص في الحدوتة. لو عجبك الملخص ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب لقناة اليوتيوب.